يقال أن سجاد قاسم لا يرد على مشاهير السوشيال ميديا الذي ينتقدوه بسبب التعالي ويعتبر نفسه الأول على السوشيال ميديا، صح أم خطأ؟ ما الأول، ما يعني ماكو واحد أول، وإنما شخص شلون تقول مهم، لأن قاعد هسه برنامج أنا مهم. الله يسلمك، فدوى أروح لك، فدوى لقلبك. سولف لي، ليش ما ترد؟ ما أرد، لأن الشغلات اللي جاي تنحكي على سجاد كلها كذب، وإنما لو شغلة صحيحة لا أطلع وحكي. حلو. أي والله. تحس الأشخاص اللي ينتقدوك مو ذات أهمية ترد عليهم؟ والله بعد لا، كلهم أشخاص مهمين وكلهم أحبهم. أها. بس يسمعون على سجاد حكي وما متقربين السجاد هم. حلو تمام.